لك من أشغال وأن الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لنجاح مسعى استقلالية القضاء، ويتعلق الأمر بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التولي بالمجلس على للقضاء وبالقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة، وسيعرض النصان المذكوران على البرلمان بما في القريب العاجل بما يسمح بتنصيب المجلس على القضاء وجوبا قبل نهاية هذه السنة.